مرحبا شباب، قناة ميديكال سكرايب للشروحات الطبية. هذا الفيديو حنحكي عن مصطلحي الأفرنت والإفرنت. مصطلحي الأفرنت والإفرنت هم مصطلحات نستخدمهم حتى نوصف الدايركشن اوف فلو، يعني نوصف اتجاه التدفق أو اتجاه السير من وإلى تركيب معين بالنسبة لنقطة مرجعية معينة. يعني هل إنه اتجاه التدفق صاير نحو النقطة المرجعية reference point، أو اتجاه التدفق مبتعد عن هاي reference point؟ فالافرنت معناها التدفق نحو النقطة المرجعية toward the reference point، بينما الافرنت معناها التدفق ليبتعد عن النقطة المرجعية away from the reference point. فهنا إحنا أكيد حنخربط بمعانيهم، وياهو منهم التورد وياهو منهم الأوي. فأكو فالطريقة سهلة حتسهل لنا تذكرهم من خلالها. عندنا كلمة الأفرنت حنربطها بالأرايف، اثنينهم يبدون بالأي، لأن الأفرنت مثل ما عرفنا هي توورد the reference point، والأرايف يعني وصلنا، فمعناها حننطلق من التركيب البعيد وصولا بالreference point. فالأفرنت ويا الأرايف لأن حنوصل للنقطة المرجعية. أما الإفرنت فحنربطها بكلمة exit يعني خروج، اثنينهم يبدون بحرف الإي، لأن الإفرنت away from the reference point، يعني حنخرج من النقطة المرجعية وحنبتعد عنها لغير تركيب. فالإفرنت ويا الإكزيت لأن حنخرج ونبتعد عن الريفرنس بوينت. تمام، إذا ردنا ناخذ مثال على الإفرنت والإفرنت، نقدر نقول الفينس بلاد فلو از افرنت تو ذا هارت، يعني الدم الوريدي مثل ما تعرفون حيروح باتجاه القلب ويوصل إليه، بينما الأرتيريال بلاد فلو از افرنت تو ذا هارت، يعني الدم اللي بالشرايين اتجاه تدفقه حيكون بعيدا عن القلب، يعني يخرج من القلب ويروح بعيد عنه. أو مثلا بالبيرفرال نيرفوس سيستم اللي هو الجهاز العصبي المحيطي، حيتقسم مينلي إلى سنسوري وموتور. ولا تدوخون بالتقاسيم وشنو هذا يسوي وشنو ذاك حيسوي، حناخذها كلها بالتفاصيل إن شاء الله. بس على مود المثال، فبالبريفرال نيرفوس سيستم قلنا حيتقسم إلى سنسوري وموتور. باختصار السنسر يعني ياخذ الإحساس أو الإنبوت من التشو أو العضلة مثلا ويوصله للدماغ، بينما الموتور بالعكس حياخذ الإيعاز أو الأوتبوت من الدماغ ويوصله للتشو أو العضلة. يعني الريفرنس بوينت هنا هو الدماغ. فعندنا بهيج حالة السنسري حيعتبر أفرنت، لأن حياخذ الإيعاز من التراكيب المحيطة ويوصلها للدماغ، يعني اتجاه تدفق الإيعاز toward the brain. بينما الموتور بالعكس حنعتبره إفرنت، لأن حياخذ الإيعاز من الدماغ ويخرج يروح للتراكيب المحيطة، فاتجاه تدفق الإيعاز away from the brain. فاختصارا لكل اللي حكيناه واللي أريد تخلوه ببالكم، إنه الأفرنت معناها arrive ومعناها toward the reference point، بينما الإفرنت فمعناها exit ومعناها away from the reference point. فهذا كان فشرح خفيف ومختصر مفيد عن معنى الأفرنت والإفرنت terms. وها هي، شوفكم بالفيديو الجاي ومع السلامة.